بكم مشاهدينا في كل مكان في مشهد جديد من مشاهد النيل. هذه اللحظات التاريخية التي يمر بها الوطن، الصورة تتحدث عن نفسها. نخصص هذا المشهد الشعب ينتصر ويسترد ثورته. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد الأستاذ مجدي حمدان، القيادي في حزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ الوطني. نرحب بسيادتك يا فندم، أهلا بحضرتك. وكذلك أرحب بضيفي الأستاذ خالد أبو بكر، الكاتب الصحفي ورئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. دعونا نتابع هذا التقرير ونبدأ معكم هذا المشهد لهذا اليوم، كونوا معنا. ولقد استشعرت القوات المسلحة انطلاقا من رؤيتها الثاقبة تنفيذ مخارطة المستقبل التي رسمتها القوات المسلحة استنادا لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب. أدى المستشار عدلي منصور اليمين القانونية رئيسا مؤقتا للبلاد خلال الفترة الانتقالية الحالية إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية. المرحلة الانتقالية الحالية كما رسمتها القوات المسلحة تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، وهو ما يعني عدم إقصاء أي طرف من العملية السياسية طالما تتمتع بالكفاءة المطلوبة. ويرى مراقبون أن هذا المبدأ يؤسس العهد الجديد من المصالحة بين كل القوى الإسلامية والمدنية، وهو عمل توازن نفسي وسياسي يتيح الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة بسلاسة وتكريس قيم العمل المشترك، وهو ما تفتقده الكثير من الثورات التي تتخذ من القرارات والإجراءات ما يعمق انقسام مجتمعاتها، وهو ما أكد عليه بيان المؤسسة العسكرية. وبشأن وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، أكدت الخطة أنه ليس ثمة شك في تكريس مبدأ المسؤولية الاجتماعية في إعلام المرحلة الجديدة من تاريخ الثورة المصرية. ويقول مراقبون إن وجود المؤسسة الدينية بمكونيها الإسلامي والمسيحي في خلفية المشهد الذي جرى خلاله الإعلان عن تلبية مطالب الشعب وإعلاء أي مصلحة الوطن هو ما يعيد لتلك المؤسسة دورها باعتبارها أحد أهم عناصر القوة الناعمة للدولة المصرية. كما ترى الخطة أن الشباب المصري هو الوقود الذي اشتعلت به الثورة، وينبغي ضمان اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، وهذا يؤسس بدوره لشرعية هذا المكون الرئيسي في بلد سيظل قادرا على الإمساك بدفة الريادة بما يقدمه من روائع يتوقف أمامها التاريخ طويلا. مرحبا بكم مرة أخرى، وأبدأ مع أستاذ مجدي المشهد الآن وكذلك أستاذ خالد. طب أستاذ مجدي، يعني زي ما عرض التقرير لحظات تاريخية بيمر بها الوطن، لكن إحنا في وسط هذه الأجواء الاحتفالية اللي تقريبا بتعم كل محافظات مصر وكذلك من هم ليسوا بجمهوريات مصر العربية خارج مصر، احنا مش عايزين نتوقف عند هذا المشهد فقط، ولكن يعني تواترت بعض الانباء الان ان هناك بعض الاشتباكات في محيط جامعة القاهرة تمثال النهضة. كيف يمكن في هذه المرحلة الحساسة اللي كلنا الحقيقة في حالة ترقب لما يحدث على ارض الواقع والبدء في خطوات صحيحة في مستقبل هذا الوطن بخارطة المستقبل التي وضعت من قبل القوات المسلحة، أن نكون كلنا صف واحد يد واحدة لبناء هذا الوطن؟ بداية بس أنا بحب أهني الشعب المصري باستعاد ثورته واستعاد وطنه من جديد. وكان في مقولة قد رددها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير،
الذي أقسم في ميدان التحرير وقال أقسم بالله العظيم إننا لن نصمت ولن نسكت بعد اليوم على رجوع دكتاتور آخر، وأوفى بعهده يوم 30 يونيو عندما أزال الدكتاتور محمد مرسي الرئيس السابق. ما نحتاجه في خلال هذه الفترة هنا، هذه فترة الاحتقانات، هو العودة إلى الوراء قليلا. عندما طرحنا أول ملف طرحناه كمعارضة مصرية على الرئيس السابق محمد مرسي، وهو ملف المصالحة الوطنية، والذي حددنا فيه عدة نقاط، منها أن لا يكون هناك إقصاء لأي فصيل أيا كان هذا الفصيل إلا من كان ارتكب جرم أو أخطأ في حق الوطن أو تمادى في فساد أو تلك اللقاءات التي أصرنا على أن لا تكون موجودة في ملف المصالحة الوطنية، أن يكون هناك إجماع وطني على أن نضم كل الفصائل حتى وإن كانوا أتوا من زمن سابق أو من تيار سابق، بأن يكونوا كلهم في مصر الجديدة لنعلو بمصر. إلا أن الدكتور محمد مرسي كان لديه مشروع آخر، وهو مشروع أخوانة الدولة والبعد، كل البعد تماما عن ضم المصريين في قالب واحد. وما حدث من التقاء المصريين بعد رحيل محمد حسني مبارك، قد قام محمد مرسي بفعل المضاد له بتفريق المصريين وجعل مصر مشتتة. احنا مش عايزين ننظر نظرة أمامية. جماعة الإخوان المسلمين أو شباب الجماعة الشرفاء منهم الذين شاركوا معنا في صوت 25 يناير، وجماعة التيارات الدينية ورئيس التيارات الإسلامية وكلنا مسلمون، جماعة التيارات الدينية المتواجدة الآن في الميادين، أنا أدعوها من هذه القناة أن تعود إلى الحضن المصري. نحن لا نقصي أحد، هناك وطن نريد أن نبنيه، هناك وطن قد دمر على مدار السنوات الماضية، نريد أن نعلو بشأن هذا الوطن مرة أخرى. فلنطرح أول ما نطرح على السيد المستشار عدلي منصور والسيد رئيس الحكومة الجديدة أيا كان هذا الشخصية التي سوف تأتي، أن يكون ملف المصالحة الوطنية من أولويات الملفات التي تحدثوا بالفعل في البيان بأنه من الأولويات. لابد أن توضع لجنة أو تشكل لجنة من الآن، هذه اللجنة تضم كل أطياف المجتمع المصري لتقوم بعمل مائدة حوار لكل أطياف المجتمع المصري لعودة مصر مرة أخرى وحدة وطنية، التي قال عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام إن مصر وأهلها في رباط إلى يوم الدين، فلابد أن تعود مصر أيضا في رباط مرة أخرى. نعم. طب أستاذ خالد، البيان كان واضح الحقيقة، لم نقصي أحد من المشهد السياسي، طب لماذا ما نشهده؟ يعني الحمد لله حتى الآن هي اشتباكات خفيفة، ولكن لماذا نشهد هذا المشهد؟ يعني لماذا يكون هناك حق؟ يعني احنا عايزين نبتدي بصفحة جديدة، عايزين ما يبقاش في أي حالة من الاحتقان، نحن أبناء هذا الوطن وسنظل في هذا الوطن جميعا. هذا صحيح، ولكن أنا في اعتقادي أن ما يجري الآن هو أمر طبيعي جدا بنظر إلى حالة الشحن الكبيرة التي تعرض لها شباب جماعة المسلمين أو شباب التيار اليمين الديني بمختلف أطيافه عندما يخرج قاداتهم على منصات ربع العدوية وغيرها من ميادين مصر للحديث عن تقديم شهداء من أجل ما كانوا يسمونها شرعية. فهنا قيادة العبء الأكبر، أنا لا ألوم ذلك الشاب الذي يقف في الميدان بعد أن تم شحنه بصورة غير مسبوقة، صورة سواء كان الأمر مرتبط بنواحي عقائدية سواء كان مرتبط بنواحي سياسية، وبالتالي هذه القيادات الآن عليها دور تاريخي إذا كان لديها الحدود الدنيا من الانتماء والحب لهذا الوطن. عليهم أن يعترفوا بأنهم أخطأوا عبر ممارساتهم السياسية في الفترة التي عقبت ثورة 25 يناير، ويكونوا رجال ليقولوا لأتباعهم نحن أخطأنا، نحن نحتاج إلى مراجعة مناهجنا، وعلى الشباب أنفسهم أن يحاكموا هذه القيادات التي أوصلت على الأقل فكرتهم التي يؤمنون بها إلى هذا الحد الصدامي مع المجتمع. ما جرى منذ 30 يونيو حتى اليوم هو خروج المصريين بهذا الكم الهائل الهادر المتدافع، ده يعني يؤسفني جدا ان اقول ده جزء كبير منه كان يعود الى كراهية حقيقية. الفارق ما بين
المشهد بلاش كراهية، الشعب المصري ما بيعرفش الكراهية، ولكن استياء شديد لما قالت إليه الأمور. خليني أوصف الأمور بأسمائها لو سمحتي، عشان بس ما نضحكش على أنفسنا. جزء من إن احنا نواجه مشكلاتنا إن احنا نعترف بالواقع الحاصل، حالة الاستكبار وحالة الاستعلاء التي مارسها الذي أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وبخاصة أولئك الذين كانوا يتصدرون المشهد العام، سواء كانوا مسؤولين أو سواء كانوا قيادات حزبية، جعل القطاعات واسعة من الناس تنفر منهم بشكل كبير جدا. هم بحاجة الآن إلى وقفة صريحة مع النفس، وقفة صريحة مع شبابهم لمراجعة ما جرى. في نهاية المطاف هم فصيل مصري لا أحد يستطيع إقصاؤه، هيغطس تحت الأرض وهيشتغل تاني وهيرجع تاني. هم مش عايزين حد يغطس تحت الأرض. وبالتالي على القوى السياسية المختلفة وعلى إدارة الدولة، وأنا أشيد بالرجل الرئيس المؤقت الجديد الذي تحدث اليوم صراحة عن أن الإخوان المسلمين هم جزء من هذا الوطن ويدعوهم للمشاركة في بنائه، ودي كانت بادرة طيبة جدا هذا التصريح بعد القسم مباشرة. نعم. عليهم أن يسيروا نحو ذلك الرجل لمعالجة ما جرى خلال الأيام الماضية. نعم. طيب يا أستاذ خالد، برضو يا أستاذ مجدي، أنا مصممة أن الشعب المصري تركيبته النفسية ما بيعرفش يكره حد بالطبع. ولكنه بيستاء. يعني عايزين نقول لو كانت أحوال بالطبع. الناس كانت كويسة الفترة الماضية، إحنا الحالة اللي وصلنا لها إلى ما قالت إليه الأمور، يعني إلى ما قالت إليه الأمور في تدهور في كل شيء بالضبط. طيب خلينا احنا ما بنعلقش طبعا على قرارات النيابة او القرارات القضائية، ولكن هناك من منع من السفر من القيادات الكبيرة، هناك من يعني هناك امر اعتقال لعدد اخر منهم. الحالة دي اللي احنا شايفينها على الارض دون التعليق طبعا على قرارات النيابة، هتهدئ الموقف في المرحلة المقبلة؟ احنا بنقول على القيادات ان تلم الشمل، ان تحادث كل الطائرات الاسلامية من اخوان وطائرات اخرى ورموز في الطائرات الإسلامية. كما أشار الأستاذ خالد أن القيادات هم من افتعلوا تلك الأزمات، وبالتالي القبض على القيادات هو لن يهدئ الأمور، ولكنه أيضا هو في إطار قانوني محدد، وهناك أحكام قضائية خاصة من هربوا من سجن وادي النطرون ولم يتقدموا المحاكمة، من أفسدوا الوطن ومن أشعبوا الفتنة وأجابوا الوطن المصري بصيغة الاحتقان الخطاب الديني المقزز الذي كان يصار منذ أربع جمعة في ربع العدوية، ومما أدى إلى تواجد هذا الاحتقان الرهيب في الشارع المصري. تلك البشر أو هؤلاء المجموعة التي ساعدت على زيادة الاحتقان وخروج الناس بهذا الكم الهادر الذي أشاره إليه الأستاذ خالد منذ قليل، خرجوا نتيجة لهذا الاستياء وهذا البعد التام عن منهج الوطنية المصرية والوحدة المصرية. خروج الناس لم يكن بسبب هذا الحوار من الإخوان المسلمين فقط، ولكنه أيضا لتردي الأوضاع المعيشية في مصر. نعم. الأوضاع التي وصلت إلى حد الكفاف، ده اللي يعني أنا بكلم فيه حضرتك أستاذ مجدي، إلى ما قالت إليه الأمور وصلت الأمر هكذا. أنا هقطع حضرتك بس عشان إحنا ناخد معانا دلوقتي أحد قيادات رموز الإسلامية. معي أستاذ صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور. برحب بسيادتك أستاذ صلاح. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني احنا دلوقتي بنتكلم، وهو المهندس صلاح عبد المعبود، احنا بنتكلم عن ضرورة وجود المصالحة الوطنية في هذا التوقيت. لسه بنتحدث ان توترت انباء من رايترز منذ قليل بان هناك اشتباكات عند جامعة القاهرة، كان هناك بالامس بعد البيان ايضا اشتباكات، وقبل ذلك كان هناك اشتباكات. كيف يمكن يعني الوصول إلى صيغة توافقية وأنتم الآن كنتم موجودون بالبيان الختامي وتشتركون بالعملية السياسية، كيف يمكن أن نضع صيغة توافقية لجميعا في هذا الوطن الواحد؟ والله أصلا هو إحنا ما عندناش أفضل من إحنا نرجع تاني للحوار، والحوار هذا البناء ويجمع كل القوى السياسية، ما بقاش فيه إقصاء لأي فصيل من الفصائل إطلاقا ولا أي حزب من الأحزاب، الكل يجلس في جلسة هادئة و
ونحن عفوا مهندس صلاح، يعني احنا بنتكلم بقالنا فتره طويله جدا عن هذا الحوار، ولكن الحقيقه على ارض الواقع ما بيتفعلش الكلام ده. يعني احنا لما نبص للمشهد الكلام ده ما بيتفعلش على ارض الواقع، ولكننا في هذه الفتره الحساسه التي يمر بها الوطن لابد من وجود الحوار، لابد للكل ان يشارك في بناء هذه الامه. فازاي يفعل بقى بجد على ارض الواقع؟ يعني انا عايز اقول اصلا احنا يعني انتم حاسب ان هو موقف واضح من البدايه من خلال المبادرات والبيانات كان بيقولها دايما ان احنا خايفين من دماء وخايفين من قتل يحدث في الاحداث الاخيره، ومنعنا وانتظرنا بيانات اصلا نمنع شبابنا من النزول مع اي فريقين سواء او معيد او معارض خوفا من الدماء تسيل عند الصدام. وحتى في اخر بيان اصدرناه احنا كنا يعني البيان قلنا فيه من طرف رئيس الجمهوريه انتخابات رئاسيه مباشره حقنا للبناء وحفظا ان مصر تخش في حرب اهليه ومراعاه مصالح المدارس داخل المجتمع. احنا قدامنا دايما ان احنا خايفين من الدم، خايفين من طيب انتم كحزب النور بالفعل عملتوا كده على ارض الواقع، طب انتم ايه المطلوب منكم في المرحله المقبله وانتم يعني احد رموز التيارات الاسلاميه المحترمه الموجوده في مصر؟ بالنسبه للرموز الاخرى او القيادات الاخرى انتم هتعملوا ايه؟ الحقيقه ان بدانا فعلا نعمل تواصل واتصالات مع الرموز السياسيه عامه والاسلاميه اللي موجوده على الساحه. اتكلمنا مع بعضهم بوضوح ان احنا محتاجين اعاده يعني هيكله كلنا مره ثانيه. طب هل كان هناك استجابه؟ والله اصلا في يعني في مبادره طيبه جدا من اللي احنا اتكلمنا معاهم، يعني كان في مبادره كويسه قوي مقبلين على الكلام، وفعلا الكل خلاص بيقول خلاص مرحله وانتهت بسلبياتها باخطائها بايجابياتها بمحاسنها ايا كان الحال مع اختلاف وجهات النظر بين المتحدثين، لكن في النهايه احنا محتاجين مصر تبني من جديد ويديش نهاية المطاف، يعني مش أصلا نهاية المطاف. كلام ما بتقول أصلا انتخابات برلمانية قادمة هتحدد بالتفصيل إن مية أغلبية على أرض الواقع سواء كانت واقع سواء كانت أفضل من سواء أي توجه موجود لحد ما التفاصيل. التفاصيل ده هو اللي هيختار الوزارة اللي هتيجي بعد كده وهيشكل وزارة تكون أصلا وزارة برضه تخدم الوطن وهكذا. المسألة تمشي بخطوات عملية. الصدام والنزول للشوارع والانكار والشتم وعلو الصوت والقتل والدم اللي هيحصل كلام من ده نهايه اخر في النهايه خالص برضه الامه لابد ان تهدا، لابد ان تهدا الرموز في النهايه. فانا شايف ان احنا نهدا من الان افضل ان احنا اصلا نثور ويبقى بيننا اصلا صدام ثم نهدا مره خاصة يا فندم ان البيان كان واضح بانه لا يمكن ان يقصى احد من المشهد السياسي. احنا على اصلا مساله الاقصاء ومساله ان انا اصلا استحوذ واخص غيري كمان ده موجود اصلا يعني مش موجود عندنا، وانا بتمنى ما اخش موجود عند حد ثاني مره ثانيه. احنا شفنا اقصاء في مواقف كتير جدا وشفنا شخصيا وخصينا كثيرا ويعني وكان لينا يعني ابتعاد عن المشهد غصبا عننا ويعني في مواقف كثير جدا، لكن احنا بنتمناه ان نبدا فعلا صفحه جديده. والنهارده اصلا في يعني رئيس الحكومه الدستوريه هيصدر النهارده ان شاء الله اعلان دستوري في المساء هيحدد الخطوات القادمه انتخابات مجلس النواب وانتخابات رئاسه الجمهوريه. فاحنا عاوزين نعمل والحكومه هتتشكل نقعد مع بعضنا نشكل نشوف الحكومه تشكل ازاي نتوافق على رئيس حكومه الفتره الانتخابيه نتوافق على الاليه اللي عمل في الفتره القادمه بقينا اصلا انتظام وبقينا يعني صوت عشان الدم المصري ده دم غالي بالفعل. المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور شكرا جزيلا لك، ومما لا شك فيه يعني انتم كحزب في هذه المرحلة عليكم ادوار كثيرة جدا لان انتم دخلت انتم بالمشهد السياسي الان. طيب استاذ خالد، يعني كلام الحقيقة اللي احنا بنقول اللي بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو احنا بقالنا فترة عايزين مائدة مصالحة وطنية، مائدة حوار للجميع، ولكن حتى الان وحتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها لا توجد صحيح. على ارض الواقع بطريقه معينه او باليات معينه يمكن تحقيق ذلك في المستقبل، خاصه ان احنا لسه كنت بتكلم ان القيادات وبعض رموز التيارات الاسلاميه مطلوب استجوابها الان. كيف يمكن ان نصل الى حل
مش هيقول يرضي جميع الاطراف ان احنا حقنا لدماء المصريين. لا، هو حقنا لدماء المصريين، كل من ارتكب جرما عليه ان يحاسب، هذا رقم واحد. نعم خلاص اللي ارتكب، نعم هذا رقم واحد ولا شك فيه. المصالحه الوطنيه تتطلب نيه حقيقيه من كل الاطراف، لا يعقل او لا يصح ان يكون هناك طرف لديه رغبه حقيقيه في اجراء هذه المصالحه، في التعايش البناء ما بين مختلف التيارات السياسيه، وهناك فصيل لعب منذ البدايه على المعادله الصفريه، اما ان اخذ كل شيء اما ان اترك كل شيء واذهب الى حال سبيلي. وبالتالي هذا الامر في اعتقادي الحديث الان عن مصالحه وطنيه يحتاج الى تريث وتمهل حتى يفيق الطرف الاخر من صدمه بالغه تعرض لها. هو الان يشعر بان هناك اقصاء له، ان هناك تمت ازاحته عن السلطه بواسطه الشعب وبواسطه الجيش، وان كل الناس يعني ازاحوه عن المشهد. وبالتالي مصالحه وطنيه حقيقيه لا تتم من وجهه نظري في المدى الاني المنظور. المطلوب الان هو بشكل او باخر الوصول الى صيغه لتفريغ الميادين بسلام وبهدوء، وكل يعود الى داره. وبعدها المشكله اللي احنا بنتكلم فيها الشحن، هو بيتم شحنهم، والشحن بيتم تفريغه يعني وقت بعد اخر، يعني في نهايه المطاف انت لن تظل قاعد في الميادين طوال الوقت. ستاتي اللحظه التي ستعود فيها الى صوابك، والمهم هو ممارسه النقد الذاتي لجميع الاطراف، وهذا ليس لمن كان في السلطه لوحده، ولكن للمعارضه المصريه وادائها السياسي ايضا طوال فتره حكم الرئيس محمد مرسي. نعم، يعني الكل يرجع الى صوابه، والكل يرجع تاني يا استاذ مجدي الى عمله. يعني احنا المنوط بينا الان في هذه المرحله العمل، العمل 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 على بناء هذه الدولة. طيب أنت بوصفك يعني أستاذ مجدي قيادي في حزب الجبهة الديمقراطية، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، ما هي الأدوار المنوطة بكم في هذه المرحلة؟ أنا بتكلم على حتة المصالحة الوطنية. الفترة القادمة دي بالنسبة للمصالحة الوطنية، أنا أرجو كما استمعت للحوار التليفوني البناء من مهندس راحة المعبود، وهذا حوار جيد في حد ذاته، فلا بد أن نعول على تلك الرؤية وذلك التوجه بأن يكون هناك دمج ما بين الجماعة السلفية وبين الأزهر الوسطي. الرسالة التي أطلعنا عليها الشيخ الطيب بالأمس والكلمات المقتطبة الصريحة الموجهة التي أشاد فيها بالدور الذي لعبته القوات المسلحة، وأن الدين الإسلامي يقر حقن دماء المسلمين، وبالتالي لابد أن نأخذ هذا الخطاب مع الخطاب السلفي ونضعه في إطار واحد يتم توجيه تلك الخلية أو هؤلاء الذين يتواجدون في رابعة العدوية وفي بجوار جامعة القاهرة عند تمثال النهضة. لابد أن يكون هناك البداية من الخطاب الديني الموجه لإزالة تلك الغمة التي ملأت الرؤوس خلال الفترة الماضية. هذه نقطة. النقطة الأخرى الخطاب المعارضي. الخطاب المعارضي في حد ذاته كان معارض لما كان يقوم به الدكتور محمد مرسي من توجيه مصر الى اتجاه اخر مخالف. الان نحن نحو حوار بناء، وسوف ندعو كحزب الجبهه وكجبهه الانقاذ الى مائده مستديره تجمع كل الاطياف، وسوف نجهز لها من الان، وربما يكون هذا هو مشروعنا القادم، تجهيز دائره ومائده لتضم كل اطياف المجتمع المصري لنضع حلول لهذا التناحر وهذا الاحتقان المتواجد في الشارع المصري. لابد ان ينخرط كل هؤلاء في الفصيل المصري لتعود مصر مره اخرى، ان مصر لن تنهض بهذه الحاله المتواجده في الشارع المصري. البعض يشعر بنشوه الانتصار والبعض يشعر بمراره الهزيمه، لابد ان نمحي كل ذلك، نحن مصريون في الاول وفي الاخر، فلابد ان يكون هناك نقطة تواصل ونقطة التقاء ما بيننا جميعا. نحن ندعو الجميع إلى مائدة حوار، نحن نفتح مقراتنا من الآن لكل الفصائل، أهلا وسهلا بكم، تعالوا نقعد مع بعض، تعالوا نحط برنامج، تعالوا نحط مشروع ونقدمه للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ونقدمه لرئيس الحكومة القادم ليكون هذا هو بادرة المصالحة الوطنية. نحن ننظر لمصر الآن، لابد أن ننظر لمصر، لا وجود للمشاحنات، لا وجود للتناحر، كل هذا هو يصب في صالح العدوان او في صالح العدوان الصهيوني كما نعلم، وهو العدو الاول للوحده المصريه. فلابد ان نمحي تلك الصوره تماما ونعود الى ما كانت عليه مصر
من 50 سنة مضت. نعم، يعني المستشار عدلي منصور بصفته الآن رئيس مؤقت للبلاد في ضخامة مسؤولية عليه أستاذ خالد. في ضخامة مسؤولية، لأن الرجل في عهده الانتقالي سيتم التأسيس لأشياء مهمة جدا، وفي اعتقادي أن هذه الأشياء لو تمت بصورة مرضية لغالبية الطيف المصري سنصل إلى الحديث عن مصالحة وطنية حقيقية. أول هذه الأشياء تحديد هوية الدولة المصرية، إذا اتفقنا جميعا على شكل هوية هذه الدولة من خلال التعديلات الدستورية على الدستور المعطل الآن، في اعتقادي هذا من وجهة نظري أهم عبء سيقع على المستشار عدلي منصور. نعم. النقطة الأخرى المهمة هي تشكيل حكومة كفاءات لكي يعني تعبر بالاقتصاد المالي للانهيار منذ أكثر من عامين، وبالتالي أنا كل ما أنتظر من الرئيس المؤقت هو وضع تعديلات دستورية تليق بالأمة المصرية وتحقق تطلعاتها وأمانيها، يحدد هذا الدستور شكل وهوية الدولة المصرية دون أن يأخذ أحد الهوية المصرية والمحددات الأمن القومي المصري المعروفة منذ سنوات طويلة إلى وجهة أخرى أو إلى رؤية متطرفة بعيدة تماما عما يرتضيه المصريون لأنفسهم. نعم، أتعلي حضرتك على تلك النقطة ضخامة المسؤولية. طبعا ضخامة المسؤولية، والراجل لسه بيحلف يمينين النهاردة مش يمين واحد. نعم ودي مسؤولية رهيبة طبعا، خاصة ان هو بيضع مصر على الاطار الصحيح او بيطبق الخطوات والطرق التي اردنا ان نطبقها منذ اكثر من 3 سنوات الا انها لم تطبق لتحويل مصر الى دولة مدنية، وخريطة الطريق التي عرضناها على المجلس العسكري سابقا ولم يتم الاخذ بها، لانه كان هناك فصيل يوجه المجلس العسكري بانه لابد من انتخابات برلمانيه، لابد من انتخابات رئاسيه بغض النظر عن الدستور، اذا خرج هذا الدستور مشوه نحن نعيد القرن الجديد، نحن رجعنا الى نقطه صفر بعد ثوره 25 يناير، ونقطه صفر بها لابد من التعلم من الاخطاء السابقه يعني. بالطبع تليها بضع خطوات، اولهما هي حكومه توافق وطني وتكون معنية بالشأن المصري في المقام، خاصة وأن هناك تدهور في الاقتصاد المصري وفي الحياة المعيشية والحياتية للمواطن المصري. ثانيهما هو دستور توافقي، دي من كانت من أحد الأعمدة طبعا اللي أدى إلى انهيار نظامنا بالتأكيد. الدستور التوافقي الذي وضع وكان آخر مرحلة وما أدى إلى فساد تلك المرحلة أو هذه السنة السوداء من تاريخ مصر، ثم وضع قانون لاختيار مجلس نواب، ثم انتخابات رئاسية، والانتخابات الرئاسية أنا أرى من وجهة نظري أن تكون آخر خطوة في تلك الخطوات لأنها سوف تكون متمم لما قبلها. هذه خطوات جسيمة على المستشار عدلي منصور، وندعو الله أن يعينه على يتحمل تلك الملفات في هذا الوقت الراهن، وخاصة أن مصر كما أشرت من قليل بها كم من الاحتقان، لأنه البعض يرى أنه منتصر والبعض يرى أنه مهزوم. نرجو أن نتدارك تلك الخطوة ونتسارع في الخطوات فيما بعد لنرتقي. هي في الاخر هي دماء مصري يعني هو هي دماء مصرية، دماء مواطنين مصريين. بالطبع في الاخر هي دماء مصرية بالفعل. استاذ خالد، بوصفك يعني كاتب صحفي تعمل في مجال الاعلامي، البيان تضمن الميثاق الشرفي الاعلامي. في كتير يعني اليوم بينظرون الى غلق بعض المحطات بالامس، هي الحقيقه كان الخطاب تحريضي، يعني انا مش مفروض اقول كده ناحيه، ولكن الشاشه كانت تحريضي على الشهداء ربع العدويه او شهداء النهضه. نعم، يعني هو الخطاب الحقيقه كان تحريضي. ما هي الادوار المنوطه بالاعلام في المرحله المقبله؟ والله الإعلام في المرحلة المقبلة والسابقة وفي أي مرحلة يتعين عليه أن يلتزم ب ما يأتي في مواثيق الشرف الإعلامية التي تحض على استخدام المعايير المهنية والقيم الأخلاقية في ممارسة المهن. لابد من وجود الرأي والرأي الآخر، لابد، مش هقول الحياد أو الموضوعية لأن ده معنى مثالي لأبعد حد، ولكن على يعني التزام بهم قدر ما يستطيع الصحفي او قدر ما يستطيع به الاعلامي. ودعيني اصرحك القول ونحن زملاء مهنه ان مستوى الاعلاميين او الصحفيين المصريين في تدني بالغ، ذلك لان المؤسسات الصحفيه المصريه سواء كانت صحف او محطات تلفزيون او اذاعه
او حتى نقابة الصحفيين لا تهتم بتدريب الصحفي ولا تهتم بتدريب المذيع ولا تهتم بمحرر الاخبار الذي يعد نشره، وبالتالي تخرج مثل هذه النماذج المشوهة للاداء الاعلامي، ولا استثني في ذلك احدا سواء كان في المحطات المعارضة للنظام البائد او المحطات المؤيدة له. وبالتالي على الاعلام علينا كأسرة اعلامية مصرية ان نتوقف قليلا عن ذلك الهراء الذي مارسناه طوال الفترة الماضية. يعني والبداية استخدم بساق شرفي، لان الحس الوطني علينا جميعا بيقتدي اشياء كثيرة. يعني هو يعني اي حد دارس للاعلام في نظرية شهيرة وعظيمة جدا اسمها المسؤولية الاجتماعية. يعني المسؤولية الاجتماعية دي مهمة جدا. اذا رأيت في لحظة ما ان خطابك قد يؤجج احتقان هو قائم وموجود بالفعل، علي ان اراجع نفسي واوازن وافاضل واراجع، سواء كنت مجلس تحرير صحيفة او مجلس تحرير قناة، يعني ما الذي ينبغي نشره وما الذي ينبغي عرضه بشكل افضل من ذلك. وهذا امر يتطلب جهد كبير جدا من دون ان يعني ننقض على حق القارئ في المعرفه او حق المشاهد في المعرفه. نعم، بدون تعتيم ونكون في منتهى الشفافيه، لان الحقيقه يعني كل بيوصل. يعني هو الان المشاهد الذي ليس لديه قنوات معينه فضائيه، لديه قنوات اخرى، يعني الرساله بتصل في النهايه. انا بحسألك نفس السؤال يا استاذ مجدي قبل ان نختم هذا المشهد على الميثاق الشرفي الاعلامي. طبعا انا 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 ضد ان يكون هناك ما يسمى بوزير اعلام. الميثاق الشرفي الاعلامي او القواعد المنظمه للاعلام المصري هي ان يكون اعلام الشعب، ان يكون ليس الدوله، ان يكون اعلام الشعب. وانني يعني انا لسه كنت بقول ان انا بدخل التلفزيون المصري بعد 4 شهور من عدم دخول التلفزيون المصري، لان وزير الاعلام السابق اتصل بمذيعه وانا كنت في برنامج وبتحدث عن ترشيد انفاق رئاسه الجمهوريه، وقلت ان لابد يتم تقليل العدد من 85 سياره الى 30 او 40 سياره، وان يصلي عامه وخاصه هناك مسجد في قصر الاتحاديه. فالسيد وزير الاعلام اتصل بالمذيعه وقال لها اشكر الضيف بعد ربع ساعه من اللقاء، واللقاء كان مدته ساعه. لذا انا لا اريد ان في اعلامي كبير قدم استقالته على الهواء. لذا انا ارجو ان لا يكون هناك ما يسمى بوزير اعلام. لابد ان يكون الاعلام توضع له عده قواعد، ويكون اعلام الشعب في المقام الاول، وتكون له عده قواعد وعده خطوات وميثاق شرف يجمع الجميع ومن يخالفه يتعرض للسؤال. معلش دكتور صغير، احنا واجهنا الحقيقه الايام السابقه معاناه، بس الحمد لله احنا اعلام الشعب. عندكم كان متاخون وكانت اي معلومه بيتم قطعها، وانا يعني زملاء كثيرين لي يعملون في هذا الجهاز الخطير، وقد اشاروا لي من قبل ان تلفزيون مصر للاسف على حافه الهويه. لكن الان الحمد لله قد عادت الامور الى وضعها الطبيعي. لذا لابد ان يكون هناك محددات في التعامل بين القنوات وبين الاعلاميين وبعضهم البعض. وان يكون هناك بفعل ما يسمى بميثاق الشرف الذي يحدد هذه الخريطه من التعامل فيما بيننا. يعني ميثاق الشرف ده الحقيقه بالنسبه للاعلام، وميثاق الشرف الوطني، وان بالفعل في المرحله المقبله ننشد مصالحه وطنيه. بالطبع. يعني انا نفسي المشهد الجاي الاسبوع الجاي يبقى معايا حد من حضراتكم او يعني من نفس الرموز وحد من جماعه الاخوان المسلمين، ولكن احنا بس ان شاء الله نتمنى ذلك في المرحله المقبله. في نهايه هذا اللقاء بالنسبه لهذا المشهد، الشعب ينتصر ويستعد ثورته، الاستاذ مجدي حمدان القيادي في حزب الجبهه الديمقراطيه عضو الجبهه الانقاذ الوطني، شكرا لحضرتك يا فندم. وكذلك الاستاذ خالد ابو بكر الكاتب الصحفي مدير قسم الاخبار بجريده الشروق، انا بشكرك. هختم دايما بحديثي مع حضراتكم، يا رب احمي كل مصر والمصريين. الى اللقاء في المشهد المقبل.